مصر تحترق سيادة الرئيس. الشعب المصري يحصل نتائج فشل حكومة يتم التمديد بتكليف رئيس حكومتها بالعند في المصريين. هذا التوقيت الصعب اللي بيعاني منه المصريين من هذه الدرجات المرتفعة من درجة الحرارة، واحنا بانيين اكبر شبكات لتوليد الكهرباء ونمتلك اكبر حقل لانتاج الغاز. التقارير الدولية بتتكلم عن انهيار حقل زهر. هل من مجيب لتكذيب ذلك؟ من يدفع ثمن اخطاء حكومة يدفع الشعب المصري باكمله ثمن فشل لم يعد مقبولا لا من البرلمان ولا من اي مواطن ان يتحمل هذه الاخطاء المركبه، هذا الفشل المركب لحكومه الدكتور مصطفى مدبولي. يمتنع معه على هذا البرلمان ان يمدد لها تجديدا او تكليفا سياده الرئيس. نحن في وقت حرج، نحن في مسؤوليه كبرى. الشعب المصري لن يسامحنا جميعا، لا اغلبيه ولا اقليه، الشعب المصري سيحاسبنا جميعا. شكرا سياده الرئيس.